هذه الفيديوهات ديال المغاربه اللي هما مقيمين في الخارج، واللي كتجي واحد الظروفيه اللي هي صعبه وصعبه جدا وحرجه. انتم كتعرفوا دابا الان التوترات اللي كاينه على مستوى الصحراء المغربيه، كتعرفوا المناوشات ديال بوليزاريو والمغلوبيات ديال الجنرالات ديال الجزائر اللي كيسعوا باش انهم يحفظوا كل ديك المكتسبات اللي اكتسبها المغرب على مستوى الدبلوماسية وخاصة على مستوى الاعتراف بالصحراء الأفريقية. وللأسف هو أن بعض الفيديوهات، وأحد هذه الفيديوهات غادي نعرضوها لكم، فيديو كنعتبره خطير بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فيديو صاحبه يدعو إلى الجهاد ويدعو إلى تقتيل المغاربة والقوات العمومية ويصفهم بالكلاب. وهذه المسألة هذه طبعا هي خطيرة جدا ولا يمكن السكوت عليها. إذا تأسيس هذه الندوة التفاعلية التي ينظمها التحالف المدني لحقوق الإنسان بشراكة مع مجموعة من الهيئات المدنية والحقوقية والإعلامية لتسليط الضوء على واحد المجموعة ديال المغاربة نسميهم مغاربة الهاربين إلى أوروبا، واللي حاليا لقاو يعني من وسائل التواصل الاجتماعي واحد المنصة باش أنهم كيقذفوا فيها بالمؤسسات ديال الدولة وكيشككوا في العمل وفي المجهودات ديال هاد الناس هادو، وحتى في الأبحاث اللي كانت جرات في أوقات اللي هي سابقة، وأيضا يعني يسعون إلى تقليل من قيمته ومن أهميته ووضعه في مواقف يعتقدون على أنها ستكون محرجة لها. الآن نتحدث على محمد حاجب اللي مؤخرا صدر واحد شريط فيديو اللي كيحرض فيه المغاربة على الانتحار، كيحرضهم على انفجار في الأماكن العمومية، وهذا طبعا مسألة اللي هي خطيرة جدا. وكي كنعرفوا على ان محمد حاجيب اللي سبق الاعتقال ديالو على ذمه قضايا الارهاب وانتمائه الى جماعات مسلحه ارهابيه واللي خدا الجزاء ديالو، ايضا كاين مجموعه ديال الاشخاص اخرين اللي هما واحد المجموعه ديال التافهين، واحد المجموعه ديال الناس حقا اللي هما قليلي التربيه اللي ما عندهمش روح المواطنه، وكيتهجموا على الوطن ديالهم بكل وقاحه ونداله. وهذا الشيء للاسف ما كنلقاوش بحال هذه الامور هذه في دول اخرى. الناس كنقصد منهم زكريا المومني، رضا الليلي او راضي الليلي، وايضا المسمات دنيا الفلالي هي والزوج ديالها او ما يصطلح عليهم بالكوبل الشنوي. حنا في التحالف المدني لحقوق الانسان قررنا اننا نرفعوا دعاوى قضائيه طبقا للمادة 707 من القانون الجنائي المغربي الذي يعطي الحق للسلطة القضائية أن تتابع كل مغربي ارتكب جنحة أو جناية خارج التراب الوطني. وطبعا فما قام به وما أقدم عليه محمد حاجب من تحريض على الإرهاب وعلى القتل يعتبر جناية، وعلى هذا الأساس حنا غادي نرفعوا دعوى قضائية به وبمجموعه ديال الاخرين. وعلى الاشرطه راه تم التنزيل ديالها طبعا عن طريق مفوض قضائي، وغادي تقدم كحجاج مع العريضه اللي غادي تقدم بها الدفاع ديال التحالف المدني لحقوق الانسان. والاكثر من ذلك اننا سنضع دعاوى ايضا والشكايات في الدول التي يسكن بها ويقطن بها هؤلاء، المانيا، فرنسا، الصين، وامريكا ايضا، لان الامور هذه كنشوف واحد الظرفيه اللي هي المغرب كما كتعرفوا بعد الحمد لله يعني بعد النجاح ديالو في المسار الدبلوماسي، وطبعا فضل صاحب الجلاله اللي في استرجاع واحد المجموعه ديال المناطق الصحراويه، وايضا في الاعترافات الاخيره التي توالت على راسها الاعتراف ديال الولايات المتحده الامريكيه وإقدامها على القيام ب أو تنزيل واحد العدد ديال
المشاريع الاستثماريه الكبرى بهذا هذا هذه المسائل هذه خلقات يعني واحد خلات البوليزاريو وخلات بعض اللوبيات ديال الجنرال ديال الجزائر يجنون، وبالتالي كيلقاو هاد الهاربين كما قلت فكيدعموهم على اساس انهم باش كيحاربوا البلد ديالهم والوطن ديالهم، والوطن هو اكبر بكثير من هذه المسائل. كل هاد التغريدات او هاد الاصوات النشاز. وشكرا لكم. فقط اود ان اقول بان القانون في هذا الباب له فصول في القانون الجنائي وحتى في المسطره الجنائيه اللي كتنص على طبيعه الحال متابعه هذا. استاذه عيسى وزغور، محاميه بهيئه المحامين بمكناس. اشكر تحالف المدني لحقوق الانسان طبيعة الحال في شخص السيد عبد الرحمن بن دياب وجميع الاعضاء ديالو في مختلف تراب المملكه على هذا الاستضافه بطبيعه الحال في هذه الندوه الشيقه. وطبيعه الحال هي جات في ظروف خاصه، هذه الظروف بطبيعه الحال كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان يعني من تسول له نفسه الضرب في هذا الوطن العزيز ان يراجع نفسه وان يراجع حساباته. ويجب بطبيعه الحال جميعا ان نبني وان نشارك في بناء هذا الوطن من داخله او حتى من خارجه. كذلك بطبيعه الحال المؤسسات ديالنا، لا المؤسسة الملكية ولا المؤسسات ديالنا التشريعية والتنفيذية والقضائية، فهي مؤسسات بطبيعة الحال لها واجب الاحترام وتقوم بالعمل ديالها. إذا كان مثلا شي مؤاخذات أو شي نقد بطبيعة الحال يكون النقد بالناف، كلنا مسؤولون عن هذا الوطن في بنائه وفي خدمته والأكثر من ذلك في احترامه. المداخلة ديالي ديال هاد اليوم بالضبط كانت أو ارتأيت أنني اخترت لها عنوان تقريبا جاي معها الظرفية ديال انتخابات ديال 2021، واللي كنتمنى من كل قلبي أنها تكون مشاركة مكتفة لجميع المواطنين والمواطنات بطبيعة الحال اللي بلغوا السن القانوني للتصويت، واللي كنتمنى أنه كذلك أنهم يختاروا المكان المناسب للمرأة المناسبة في المكان المناسب والرجل المناسب في المكان المناسب بطبيعة الحال اللي يمثلونا في جميع المؤسسات وخاصة المؤسسة التشريعية واللي بطبيعة الحال كتنبثق عليها الحكومة بالأغلبية واللي هي اللي كتسير يعني السياسة العامة والشؤون ديالنا في بقاع المغرب. اختاريت هذا العنوان اللي هو بالتحديد ضرورة انخراط الشباب في المسار الديمقراطي المغربي، وبطبيعة الحال الانخراط راه كيجي بالاشتغال، ما كيجيش بالكلام، ما كيجيش بالانتقاد الهدام. يجب على الشباب أن يعمل كل من موقعه داخل المغرب وخارج المغرب. طبيعة الحال كانت الموضوع كيرتكز أساسا على الديمقراطية في البلاد ديالنا واللي كتركز على مجموعة من الأركان، منها حرية التعبير، منها الدور ديال الصحافة في بناء هذا المجتمع كذلك وفي يعني الخدمة هاد الحرية. وبطبيعة الحال كتعطي واحد الصورة إيجابية خارج تراب المملكة.
تكلمت كذلك على سيادة القانون في هذا البلد، على استقلالية السلطة القضائية والدور الفعال ديالها، ولا يعني الإيجابيات ديال الدستور المغربي بطبيعة الحال في هذه المداخلة، في يعني مجموعة من المرتكزات اللي كتصب جميعها في العنوان الكبير اللي اختاريناه في هذه الندوة، وهو ضرورة انخراط الشباب في المسار الديمقراطي.